وديسير بالفواكه ولا صوص الحامض ولا البرتقال. فاحنا هذا الديسير غادي يفيدنا بزاف. علاش؟ لان الديسير ماشي دائما غير واحد التفصيل عامر بالفواكه او لا يعني واحد الكاطو كلاصي شريناه ودرناه في الوقت مورا الغداء مع واحد القهوه او لا هذا. فمزيان اننا نوجدوا لي ديسير بشكل اللي هو مختلف. هذا الشكل او هذا الديسير فغنحتاجوا في المقادير ديالو واحد الفواكه اللي كتكون مشكله ما بين بنان بوعويد مثلا. ممكن استعمال اي فواكه كتفضليها وكيفضلوها مالين الدار ونضيفوا عليها التفاح وعصير ديال نص حامضه. طبيعه الحال غادي تقولوا لي علاش الحامضه؟ كلشي عارف علاش. على قبل الحامض فاش اولا العصير ديال الحامض فاش كنديروه فوق التفاح فوق البنان ما كيتاكسدش وما كيتغيرش اللون ديالو، كيبقى ديما اللون ديالو بيض وكيعطي ديك الشهوه ديال ناخذوا داك الديسير تيبان لذيذ في نفس الوقت نقي. ربع كاس ديال عصير ديال البرتقال. غنحتاجوا لاصوص ديال الحامض اللي غنحتاجوا فيها واحد نص كاس ديال عصير ديال البرتقال. ممكن استعمال عصير حامضه فقط و50 غرام ديال الزبده. وغنحتاجوا بيضه بالاضافه لكاس معمر ديال معامرش عفوا كاس معامرش ديال السكر. غنحتاجوا كذلك قشور ديك الحامضه، يعني الحامضه غتغسل مزيان قبل ما غادي نعصروها قبل ما ناخذوا القشور ديالها. طريقه غادي نقطعوا الفواكه غادي نخليوها مع العصير ديال الحامضه اللي غنديروا فوق منها والبرتقال باش ما كتكحالش. احنا قلناها وعاوتاني لالا ام ايمن اكدتها لينا. كنضيفوا كنحطوهم اولا كنحتفظوا بهم جانبا وفي كسرونه كنخلطوا المقادير اللي كنا قلنا باش نوجدوا لاصوص ديالنا اللي غادي نديروا فيها بيضه والعصير والسكر والزبده وغادي نحركوها مزيان وغادي نرجعوها فوق العافيه حتى كتغلى مزيان. كنحركوها باش ما كنخليهاش او لا ما كنخليوهاش تعقد او لا تلصق او لا حتى فاش كتبرد. كنخليوها كتحرك كتحرك ومن بعد كنستفوا الفواكه في كؤوس اللي كنكونوا موجدينها ديال تيكونوا ديال بحال كبار ديال سلاد فخوي كيف ما معروفه او لا كيسان كبار ديال العصير. علاش لا؟ الا ما كانش عندنا كنخويو عليهم هذيك لاصوص من الفوق كنزيدوها بالطريقه اللي كنبغيو. يعني ممكن ناخذوا لا كريم شانتيه اللي ممكن نستعملوا الكريمه ديال اللي كتكون مسمه بالكافي. فهاد الديسير تيجي لذيذ كيجي زوين معتبر وبصحتكم وراحتكم.